يشوف اداء مين المميز، وجاي في فتره للاسف الكل فيها من النجوم الكبار في الفريق الحاله مش في الحاله الطبيعيه بتاعتهم، ومش بيأدوا بالشكل الكافي، والنتائج متذبذبه. فده هيكون التقرير ده صادم بشكل كبير جدا لعدد من النجوم المتواجدين في صفوف النادي الاهلي حال خروج هذا التقرير الى النور من سواريش ولجنه الكره. كمان قرر النادي الاهلي ربط صرف مستحقات اللاعبين في الفتره القادمه بالفوز في المباراه المتبقيه في كاس مصر، تحديدا لقاء القمه امام نادي الزمالك اللي هيكون يوم 21 القادم في نهائي طبعا كاس مصر والموسم اللي هو خاص ب 2020 2021. كمان اكدوا المصادر ان الفريق تم ابلاغ اللاعبين بهذا الامر، مشيرا ان الفريق طبعا مقبل على 3 مباريات مهمه جدا، وهي فيوتشر وبيراميدز في الدوري الى جانب مباراه نادي الزمالك. واحنا عارفين هو محتاج لازم يكسب مباراه فيوتشر وبيراميدز عشان يلاحق نادي الزمالك في جدول ترتيبه من النقاط ليوصلوا ل 51 نقطة، وبالتالي الفوز في المباريات الثلاثة يعني رفع الإيقاف عن المستحقات. وأضاف كمان المصدر إن إدارة نادي الأهلي وعدت اللاعبين بمكافآت خاصة جدا في حال الفوز على نادي الزمالك في نهائي كأس مصر كنوع من أنواع التحفيز والتركيز من أجل الفوز على فريق نادي الزمالك، طبعا المنافس التقليدي للنادي الأهلي. نادي كايزر تشيف دخل الجنوب افريقي في منافسه مع نادي سيمبا التنزاني من اجل التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح النادي الاهلي خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنيه للفريق والترحيب بتسويق اللاعب في الصيف. وبرغم كايزر تشيفز طبعا في شراء خدمات ميكيسوني على سبيل البيع النهائي، وبينوي التقدم بعرض رسمي خلال الايام المقبله لشراء جناح الموزمبيقي في الوقت اللي بيرغب فيه طبعا سيمبا للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الاعاره وليس البيع، وبيفضل مسؤول النادي الاهلي بيع اللاعب بشكل نهائي وتحقيق ربح مالي بدلا من اعارته، ولكن الامر بيتوقف على المقابل المالي المعروض من الناديين للحصول على خدمات اللاعب.